لو قال قائل تلك المرابطة التي يأمر بها ولي أمر المسلمين والتي تكون داخل البلد في المدن، أتصدق هذه الفضائل على هؤلاء أم أن هذا الفضل ينحصر فقط على من كان عند الحدود؟ الجواب: إن كانت تلك المرابطة داخل المدن من أجل أن تكون عوناً للمرابطين على الحدود، فإنهم بفضل من الله جل وعلا يدخلون في ذلك. لما؟ لأنهم بهذه المرابطة يعتبرون ردءاً للمرابطين على الحدود، لأنه لا يمكن أن يتم أمن عند الحدود إلا إذا كان هناك أمن في الداخل. ولذا الفقهاء يقولون الردء يكون في حكم المجاهد ولو لم يجاهد، لأنه كان عوناً وردءاً لهذا المجاهد فيصدق عليه. وذلك لماذا؟ لأن كل منهما، أي من كان عند الحدود ومن كان في المدن، كلاهما حبس نفسه من أجل أن يحفظ البلد. حتى من قال إن المجاهد أفضل من المرابط، قال إذا كانت المرابطة بأمر ولي المسلمين كان الرباط أفضل من الجهاد. إذن إذا أمر ولي أمر المسلمين بالرباط، حتى على القول الآخر الذي يفضل الجهاد، يقول يكون الرباط أفضل من الجهاد. سبحان الله، لما اسمع، وهي فائدة لطيفة أذكرها لك، واللطيفة سأذكرها بعد ما ذكره العلماء. لما كان الرباط أفضل؟ قالوا لأنه، سبحان الله، قالوا لأنه يعني الرباط إنما أراد أن يحفظ وأن يحقن دماء المسلمين، وأما الجهاد فإنما أراد به أن يهريق دم الكفار والأعداء. وهذا يدل على ماذا يدل؟ سبحان الله، هذه اللطيفة، قلت هذه اللطيفة يدل على عظم دماء المسلمين، إذ إن المرابطة عظمت عند هؤلاء العلماء لأن المرابط يحفظ بإذن الله دماء المسلمين، بينما الجهاد يهريق دماء الأعداء.